طراز عالي، نتمنى وأن السد يكون في يومه جاهز خاصة على المستوى البدني. الكل يعلم والكل يعرف أنه تحضيرات السد لم تكن بالمستوى العالمي، لكن اليوم السد موجود في النهائي، نتمنى له التوفيق. كابتن عادل، البداية بالنسبة لفريق نادي السد اليوم جدا مهمة، يعني لا تعطي الفرصة لفريق برشلونة أنه يطلع بالفارق إلى فارق 3 و4 و5 أهداف. حاول أنك يعني مثل ما نقول أنك هو يسجل وأنت تسجل، خلي الفارق دائما موجود بينك من هدف إلى هدفين إلى 3 أهداف، خلي الشوط الأول حتى ينتهي بفارق هدف أو هدفين بالكثير. بالفعل جمال، إحنا حتى شاهدنا المباراة الشوط الأول كان رغم أنه فارق 17-11 لفريق نزبوك، لكن استطاع السد بالروح المعنوية بالاجتهاد والجهد يعني أن يعيد المباراة له ويتفوق في هذه المباراة. المباراة اليوم مثل ما ذكرت من المفروض أن تكون متقاربة من فارق لهدف لهدفين دائما، ما تكون حتى نهاية الشوط الأول من بداية الشوط الثاني يبني على 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 أمال خطط الشوط الأولي وتكتيك معين حتى يستطيع أن يجاري فريق برشلونة. كابتن معز، كيف ممكن نغلق على فريق نادي برشلونة يعني نمنعه من التسجيل بأقرب الأمور وأسهل؟ شوف، العودة السريعة إلى الدفاع يجب أن تكون موجودة. الأجنحة سيغورتسون أو من هناك فيكتور توماس أسرع أجنحة في العالم موجودين ومن أفضل الأجنحة اللي يخلصوا لك الهجمة. بالنسبة للخط الخلفي موجود روتينكا، موجود كاراباتيتش، أونتريريوس، لازاروف، هذم لاعبين يحثقوا التصويبات من خارج 9 أمتار. لأكيد وأن المقابلة لهذم اللاعبين يجب أن تكون بشكل جيد، يجب تعطيل حركة تسلسل الكرة في الهجوم. الأكيد كذلك وأنه لما تقطع كل مرة تقطع الكرة يجب عليك أن تحولها إلى هجمات مرتدة، والسهل أنك تسجل على هجمات مرتدة وأنك تلعب في هجمة مركزة ضد نادي برشلونة. قلت نادي برشلونة اعتقد أنه عنده حلول كثيرة وكبيرة في الدفاع وكذلك في الهجوم. الفريق واللاعبين الموجودين سواء كان كاراباتيتش أو أونتريريوس أو سارمينتو اللي سوف يكون كلاعب ارتكاز قادرين وأنهم يساعدوا في النسق وينزلوا في نسق المباراة مثل ما شاءوا. هذا من لاعبين مكتسبين الخبرة. اليوم المهمة أكيد سوف تكون صعبة على نادي السد، نتمنى له كما ذكرت كما نتمنى له التوفيق، وكذلك لما لا يعطينا مفاجأة أخرى تكون مفاجأة سارة جدا 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 بإذن الله. أعتقد أن ساريتش هو من سيبدأ في حراسة المرمى بالنسبة لفريق نادي برشلونة اليوم وليس فارغاس أو بيريز بكل تأكيد. هذا ساريتش أمامنا الآن في المرمى. نذكر أن المباراة بكل تأكيد الأولى التي كانت في الدور التمهيدي انتهت لصالح برشلونة 34-25. اليوم نتمناها سداوية بكل تأكيد ولا يوجد شيء مستحيل بإذن الله. أذهب الآن بالتعليق إلى الكابتن علي اليزيدي والشوط الأول. كل التوفيق إن شاء الله للزعيم. نعم عزيزي جمال، كل التوفيق بإذن الله للزعيم السداوي بطل العالم للقارات عام 2002 عندما أحرز أول لقب للعرب وللخليج ولدولتنا الحبيبة قطر. على بركة الله أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، نبدأ هذا النهائي الحلم في نسخته الثامنة بين السد القطري وبرشلونة الأسباني حامل لقب البطولة الماضية. تشكيلة نادي السد في الجهة اليسرى، على اليسار الجناح السيد قناوي، وهناك سلف الدين أوميتش، في المنتصف صبحي سعيد وأمين بن نور اللي عند الكرة الآن، وأول كرة ولكن خارج المرمى من أمين بن نور لاعب نادي السد والمنتخب التونسي. نادي برشلونة الأسباني حامل لقب البطولة الماضية يبدأ تشكيلته بروتينكا وهذا اللاعب الخطير، وأول تصدي من عبد الملك سلحاجي، كرة لي تومي وخطأ ورمية حرة لمصلحة نادي السد. هنا تصويبة اللاعب دانييل سيرمنتو نجم برشلونة الأسباني، وهنا محاولة ماريو توميك لاعب الدائرة لنادي السد. على الجهة اليمنى أمين بن نور، صبحي سعيد في المنتصف، محاولات لنادي السد، سلف الدين وتصويبه ولكن أيضا خارج المرمى من الزعيم السداوي. تعود سريعة نيكولا كارباتيتش، روتينكا على الجهة اليمنى واللاعب الخطير، وأيضا تصدي برافو من عبد الملك سلاحجي والتصدي الثاني لعبد الملك سلاحجي. محاولة لنادي السد وعلى الجناح، 4 محاولات
من كلا الفريقين تضيع في الدقيقة الثانية من بداية هذه المباراة. يحكم هذه المباراة طاقم من مقدونيا جورجي نافكسي وسلافي نيكولوف، وهم طاقم دولي يدير هذا اللقاء. هذه محاولة فيكتور توماس، أخطر لاعبين برشلونة الأسباني في البطولة، وبالتأكيد راح يزعج الدفاع السداوي وحارس مرمى نادي السد. إيقاف للوقت واطمئنان على هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة، فيكتور توماس لاعب نادي برشلونة الأسباني وهداف برشلونة الأسباني في مباريات هذه البطولة، يحمل الرقم 8 من مواليد 1985، 29 سنة، طوله 184 ووزنه 86 اللاعب فيكتور توماس. محاولات لبرشلونة، روتينكا وأول أهداف اللقاء لمصلحة برشلونة للاعب روتينكا من مواليد 1981 هذا اللاعب. لاعب خطير وقوي ولديه كل الإمكانيات. طوله مترين ووزنه 108 هذا اللاعب العملاق في صفوف برشلونة، ويقوم بالسلامة ولاحظ يحيي زملائه على دكة البدلاء. إذن هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول للمباراة النهائية لبطولة العالم للأندية أبطال القارات في نسختها الثامنة والمقامة في الدوحة على صالة مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. هذا المجمع الجميل الذي أنجز قبل 5 أشهر من انطلاق بطولة العالم. كرة ضايعة وحائط صد جميل من لاعبين برشلونة. لاحظ الفاست بريك السريع والتصويبة والهدف الثاني لمصلحة برشلونة الأسباني من خلال اللاعب رقم 19 فالير سيرجيتسون. هنا فالير وتسجيله لأول أهدافه من خلال هذه المباراة، بينما الهدف الأول سجل اللاعب روتينكا. نادي السد جاء تأهل الفريقين من الدور الأول وكلاهما لعب في المجموعة الثانية. راح أذكر لكم نتائج الفريقين ووصولهم لهذا النهائي بإذن الله إذا سنحت لنا الفرصة. كربتيتش، روتينكا، دخول والهدف الثالث لبرشلونة عن طريق اللاعب رقم 18 إدوارد جيرباندو، ومن اختراق بمجهود فردي يسجل بكل سهولة الهدف الثالث. هذا اللي سجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. إذن 3-0 لمصلحة برشلونة. تصويبة أو يحاول أمين بن نور، صبحي سعيد، محاولات والهدف الأول لمصلحة نادي السد، والحكم يلغي الهدف ويعطي رمية 7 أمتار على أساس أن اللاعب كان نازل لاحق داخل منطقة 6 أمتار ولكن وجد مضايقة من دفاع نادي برشلونة، بالتالي رمية 7 أمتار صحيحة وإنذار أول في المباراة من نصيب اللاعب رقم 33 نيكولاي كربتيتش. هدف جميل لنادي السد عن طريق رمية 7 أمتار أولى في اللقاء، سددها أو صوبها اللاعب أمين بن نور اللي واضح على الشاشة لنادي السد. إذن 3-1 والتقدم أسباني لنادي برشلونة. محاولات لنادي برشلونة الأسباني، واروتينكا إلى سيرمنتو، دانييل سيرمنتو، واختراق وتسجيل الهدف الرابع عن طريق دانييل سيرمنتو، وأول أهدافه في اللقاء. ولاحظ بكل سهولة يخترق دفاعات نادي السد ويسجل الهدف الرابع. تأكيد وصول نادي السد لهذا النهائي في بطولة العالم للأندية إنجاز كبير بحد ذاته. ولاحظ التصويبة القوية ولكن تصدي من هذا الحارس
دانييل ساريتش. في انذار على من؟ على اللاعب السداوي رقم 33 اللي هو ماريو تومي، يحصل على الانذار الثاني، بينما الانذار الاول كان من نصيب سيلفي الدين اوميتش. اذا انذارين على نادي السد وانذار على برشلونه من نصيب نيكولاي كاراباتيتش. محاوله لبرشلونه، روتينكا يحاول يمرر ودفاع نادي السد، براغو. محاولات لبرشلونه الاسباني على الجهه اليسرى، سيرمينتو الى روتينكا، تصويبه ولكن عبد الملك سلاحجي يتصدى، وتعود مره اخرى بمتابعه جيده من فيكتور توماس على جناح. دخول خاطئ بالفعل، برافو اللاعب صبحي سعيد، اجبر هجوم نادي برشلونه. تصويبه قويه، برافو، حلو حلو حلو، برافو سيلفي دينوميتش، بكل ثقه لاعب شاب، وتصويبه وهدف جميل لسيلفي دينوميتش. سيلفي دينوميتش لاحظ التمريره من ماريو والتصويبه بكل قوه من هذا اللاعب سيلفي دينوميتش، ويسجل الهدف الثاني لنادي السد. اول اهداف سيلفي دينوميتش. الهدف الاول سجله امين بن نور من رميه 7 امتار، بالتالي يقلص الفارق الى هدفين والنتيجه 4-2. محاوله لبرشلونه في الجهه اليمنى، على اليسار يغير، وتصويبه وميلان ومهاره عاليه من هذا اللاعب دانييل سيرمانتو، المزعج كثيرا لدفاع نادي السد، وثاني اهدافه الشخصيه اللي واضح على الشاشه، والهدف الخامس لمصلحه برشلونه. نلعب في الدقيقه السابعه وهناك انذار حصل عليه اللاعب رقم 20 هاني الفخراني اللي واضح على الشاشه من صفوف نادي السد، بالتالي استنفذت العقوبات التصاعديه والثلاث انذارات على نادي السد، وانذار وحيد لبرشلونه من خلال نيكولاي كاراباتيتش. محاولات لامين بن نور والبحث عن لاعب الدائره ماريو تومك، ولكن صافره مقدونيه من سلافي نيكولوف، وخطا ورميه حره تنفذ. صبحي سعيد يذهب على الجناح او الظهير الايسر، بينما على الجناح الايسر هو سيد قناوي. تصويبه ولكن في حائط الصد لدفاعات برشلونه، وتطلع رميه جانبيه لمصلحه نادي السد على الجهه اليمنى. ملعوبه صبحي سعيد، محاوله من الاختراق ولكن تعود في المنتصف امين بن نور. تصويبه قويه، برافو برافو، حلوه من امين بن نور، بكل ثقة وبكل شجاعة أمين بن نور، لاحظ بمجهود فردي وتصويبة قوية يسجل الهدف الثالث لنادي السد. 5-3، تبديل على مستوى الدفاع والهجوم بخروج نيكولاي كاراباتيتش ونزول دانييل سيرمانتو في الهجوم كصانع العاب لنادي برشلونة. روتينكا على الجهة اليسرى، محاولات، لاحظ التقاطع ولاحظ فيكتور توماس، وبرافو مقطوعة من نادي السد وفيها انذار، لكن راح يعطي تحت الفرصه فهد البيشي. فهد فهد يسجل بالفعل، يسجل الهدف الرابع، و5-4 لمصلحه برشلونه. يقلص الفارق فهد البيشي، وكان فيها انذار على سيرمانتو ولكن الحكم اعطى فرصه، وبالفعل سجل فهد البيشي الهدف الرابع، ورجع الحكم عطى اللاعب اللي واضح على الشاشه دانييل سيرمانتو الانذار الثاني لمصلحه برشلونه. محاولة لبرشلونة، روتينكا، خطأ ورمية حرة لمصلحة برشلونة. هنا منجي البناني المدرب التونسي لنادي السد القطري. دانييل على الجهة اليسرى، روتينكا، تصويبة قوية من هذا اللاعب الشاب رقم 18 إدواردو، ولاعب شاب يلعب بدلا من لازاروف. وهنا اللاعب إدوارد من مواليد 1987، 26 سنة فقط، بينما اللاعب المخضرم المقدوني لازاروف عنده 34 سنة، بالتالي شافيز باسكال يفضل أن يلعب اللاعب إدوارد اللي سجل هدفين، إدوارد جيرباندو لمصلحة برشلونة الهدف السادس.
رمية حرة على الجهة اليسرى في مركز الجناح لنادي السد وتنفذ عن طريق السيد علي قناوي أو صادق علي عفوا. سيد علي صادق علي هو لاعب نادي الأهلي. هنا ريتونكا وتستنفذ العقوبات الثلاث بالبطاقات الصفراء التصاعدية على برشلونة. بالتالي راح يبدأ الحكام بإعطاء عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين. لاحظ التدخل كان من نيكولاي كاراباتيتش نجم المنتخب الفرنسي في صفوف برشلونة. أمين بن نور سلف الدين أوميتش والرقابة اللصيقة اللي يفرضها مدرب نادي برشلونة شافير باسكال على اللاعب الشاب سلف الدين أوميتش. هدف قوي وبرافو أمين بن نور. ولاحظ التصويبة على يسار الحارس دانييل ساريتش وأمين بن نور يسجل ثاني أهدافه الشخصية والهدف الخامس. 6-5 وهنا خطأ وتحذير من الحكم جورجي المقدوني على هاني الفخراني نجم منتخب مصر ونادي الغرافة القطري المعار في هذه البطولة. لاحظ التمريرة الذكية الخلفية للاعب الفرنسي سيدريك سورهاندو ليحصل على رمية السبع أمتار الأولى لنادي برشلونة. التفاهم الكبير بين روتينكا وسيدريك سورهاندو ورمية السبع أمتار وفي التنفيذ روتينكا. برافو عبد الملك سلاحجي. عبد الملك سلاحجي وتحية من زميله الحارس يوسف العبدالله. إذن رمية سبع أمتار تضيع على نادي برشلونة وهي الأولى لمصلحة برشلونة الأسباني. تعود الكرة فيكتور توماس على الجناح ويسجل فيكتور توماس أول أهدافه في اللقاء وكابتن نادي برشلونة. لاحظ الارتقاء وبكل مهارة يضعها بذكاء في الزاوية الأولى وهي التي يسأل عنها الحارس عبد الملك سلاحجي على أساس أن الزاوية الأولى مهمة الحارس، ولكن كانت ثغرة كبيرة على الجناح للاعب فيكتور توماس وسجل من خلالها الهدف السابع بكل سهولة لنادي برشلونة. محاولات لنادي السد تصويبة ولكن تصدي من الحارس دانييل ساريتش. كانت المحاولة الأخيرة من سلف الدين أوميتش. تعود الكرة لبرشلونة نيكولاي كاراباتيتش. برافو عبد الملك سلاحجي يتصدى للكرة الماضية اللي كانت من نيكولاي كاراباتيتش اللي واضح على الشاشة نجم المنتخب الفرنسي ونادي برشلونة. هنا تبديل على مستوى صناعة الألعاب، نزول جعفر عبد القادر اللاعب البحريني اللي يحترف في صفوف نادي الغرافة والمعار أيضا في هذه البطولة لنادي السد. فهد البيشي تصويبة أو تمريرة ونادي برشلونة يحرز الهدف الثامن من خلال اللاعب إدوارد جيرباندو وثالث أهدافه هذا اللاعب من اختراق على مرمى عبد الملك سلاحجي حارس نادي السد. 8-5 إذن يعود الفارق لثلاث أهداف. وهنا اللاعب الشاب إدوارد جيرباندو نجم نادي برشلونة تنفذ كرة السنتر في المنتصف لنادي السد. بداية هجمة جديدة نقترب من منتصف الشوط الأول من هذه المباراة النهائية لبطولة العالم للأندية في نسختها الثامنة وللسنة الخامسة على التوالي في استضافة الدوحة قطر. تمريرة ولكن دفاع نادي برشلونة لهذا اللاعب 27 فيران موريس. هدف جميل لنادي السد عن طريق صبحي سعيد. صبحي سعيد يسجل الهدف السادس. سريعة من برشلونة ولكن برافو عبد الملك سلاحجي
والرمية الجانبية. لاعبين نادي السد يعترضون بأن هذه الكرة ارتدت من أحد لاعبين برشلونة. راح نشوفها في الإعادة. ما بانت. معلش. تعود الكرة. الرمية جانبية لمصلحة برشلونة. وعلى الجهة اليسرى دانيال سيرمنتو. روتينكا على الجهة اليسرى في المنتصف. تبادل في المراكز. مرة أخرى روتينكا في المنتصف يحاول يصوب. ولاعب ذكي فيكتور توماس يضعها بكل رشاقة من فوق الحارس عبد الملك سلاحجي. ذكرت بأن هذا اللاعب مزعج كثيرا لحراس المرمى. لاحظ يعني الارتقاء في الجو والتعلق الكبير في الجو لمدة 4 أو 5 ثواني يحتفظ بالكرة ويلعبها في المرمى السداوي مسجلا الهدف التاسع. دخلنا في منتصف الشوط الأول والتفوق أسباني لنادي برشلونة. أمين بن نور على الجهة اليمنى. تصويبه ولكن سهلة في حائط الصد. سريعة لنادي برشلونة. ولاحظ الهجوم المرتد السريع. وهذا اللاعب رقم 18 إدوارد. الحين عرفنا ليش المدرب شافي باسكال يشرك هذا اللاعب الشاب. عنده كل الإمكانيات في الفاست بريك أو على مستوى الظهير الأيمن. وقت مستقطع أول يطلبه مدرب نادي السد التونسي منجي البناني بعد تأخر فريقه بفارق 4 أهداف. خذك شوي الاكستيريور وهنا ما انتم ما عادش تعمل خذ الوين خلو وقايم فيه خلي يتحملوا مسؤوليتهم. اي في الاتاك حاول هنا جعفر يفتح هنا جعفر خليك صبحي هنا خليك امين حط هنا في جول يفتح جعفر ما انتم جعفر وخلي صبحي على واحد فرق ما تخلي له على الاثنين روح ايش بتساعده خلي صبحي على ما انتم ينشفوا اوكي امين ينتهي الوقت المستقطع الأول في المباراة في شوطها الأول ونلعب في الدقيقة 16. تقدم لنادي برشلونة بفارق 4 أهداف. 10 لبرشلونة 6 أهداف للسد. كرة على الجهة اليسرى جعفر عبد القادر. هنا نجم نادي برشلونة الفرنسي سيدريك سورهاندو سيد أو عبد العزيز الشمري لينزل مكان سيد علي. فهد البيشي على الجناح الأيمن. أمين بن نور تمريرة لأوميك ولكن تطول. مرة أخرى فهد البيشي محاولات نادي السد وتسجيل الهدف السابع. تصويبه وبرافو عبد العزيز الشمري. متابعة ممتازة من عبد العزيز الشمري وأول أهدافه في اللقاء والهدف السابع. برافو عبد العزيز الشمري نجم نادي السد ومنتخبنا الوطني. محاولات لبرشلونة ولاحظ شوف 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 الاستلام ورمية 7 أمتار ثانية في المباراة. شوف الاستلام من هذا اللاعب الفرنسي وهاني الفخراني رغم الدفاع على اللاعب الفرنسي ولكن يحصل نادي برشلونة على ثاني رمية 7 أمتار يسجل من خلالها روتينكا. هذه المرة أخفق في الأولى هو نفس اللاعب روتينكا وهذه المرة يسجل لمصلحة برشلونة الأسباني. 11-7 يزداد الفارق إلى 4 أهداف. بدأ نادي السد بداية جيدة حقيقة والآن يتراجع نوعا ما. برافو جعفر عبد القادر هدف بمجهود فردي من اللاعب البحريني جعفر عبد القادر في الهدف السابق. شوف التسلسل شوف السهولة شوف الاختراقات من نادي برشلونة وبكل سهولة
يستطيع برشلونة أن يسجل هدف الثاني عشر. 12-8 لمصلحة برشلونة. ندخل في الدقيقة 19 من الشوط الأول، والتفوق أسباني لنادي برشلونة حامل لقب البطولة الماضية. بينما السد وتأهل للمرة الثالثة في هذه البطولة، في المرة الأولى كان 2002 وحصل على لقب هذه البطولة بعد فوزه على ماجدبرغ الألماني، وفي المرة الثانية كانت في موسم 2010 وحصل على وصيف هذه البطولة خلف أتلتيكو مدريد الأسباني. تمريرة جميلة من صبح سعيد وهدف ممتاز من هذا اللاعب ماريو توميك. توميتش إذن يسجل أول أهدافه في اللقاء، والهدف رقم 9 لمصلحة نادي السد. سريعة لنادي برشلونة، روتينكا، تمريرة سيرمنتو دانييل على الجهة اليسرى للاعب فالير، هنا خطأ ورمية حرة. راح نشوف، لاحظ حذاري يا هاني الفخراني، حذاري من الإيقاف لمدة دقيقتين. لاعب بحجم سيدريك سورهاندو يجب ألا يترك في هذه المباراة، يعني لا تخليه يستلم من البداية عشان ما يزعجك. عموما لاحظ بكل سهولة وبكل أريحية يسجل نادي برشلونة بتمريرات 1-2 من اللاعب إدوارد لروتينكا اللي واضح على الشاشة، ويسجل روتينكا ثالث أهداف الشخصية والهدف 13 لنادي برشلونة. ندخل في الدقيقة 20، 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول، والتقدم لنادي برشلونة بفارق 4 أهداف. محاولات لنادي السد، جعفر عبد القادر، صبحي سعيد على الجهة اليسرى في المنتصف لكن مقطوعة وصافرة مقدونية من هذا الحكم نيكولوف. كان في خطأ على صبحي سعيد وزعلان باسكال لهذا القرار، لكن قرار سليم من حكم اللقاء. صبحي سعيد، أيمن بن نور، تصويبه لكن وين؟ أمين بن نور، وسريعة لفيكتور توماس لنادي برشلونة. لاحظ الهجوم المرتد السريع من لاعبين برشلونة الأسباني. برافو جعفر عبد القادر، يرجع ويغطي منطقته على الجهة اليسرى، وهذا المطلوب من لاعبين نادي السد، الرجوع السريع في حال ضياع الهجمة، لأن نادي برشلونة نادي كبير وعنده كل الإمكانيات. لاحظ التدخل القوي وإيقاف دقيقتين على من؟ على جعفر عبد القادر. يعني التدخل كان بعد الصافرة، صحيح في تحويض ولا فيها 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 إيقاف دقيقتين، بانت في الإعادة. شوف القوة، شوف الإصرار من اللاعب الفرنسي لنادي برشلونة بالدخول على المرمى، ولكن طريقة الدفاع كانت خاطئة من جعفر عبد القادر، بالتالي يخرج للإيقاف لمدة دقيقتين. كرة لنادي برشلونة، روتينكا على الجهة اليمنى لإدوارد، مرة أخرى إدوارد واختراق وتحرك بدون كرة ويسجل الهدف 14. إدواردو جيرباندو يسجل الهدف الخامس له الشخصي، والهدف 14 لمصلحة برشلونة الأسباني. بدأ برشلونة يسيطر على المباراة ويتحكم برتمها مثل ما يبغي. لاحظ الرقابة اللصيقة على صبحي سعيد، أخطر لاعبين نادي السد. أمين بن نور يحاول، عبد العزيز الشمري على الجهة اليسرى، محاولات من عبد العزيز، أمين بن نور، والحلول غير موجودة بالنسبة للأطراف من نادي السد، واعتماد لاعبين نادي السد على المنتصف، وهذا يصعب من مهمة نادي السد بدفاع قوي بحجم نادي برشلونة.
برافو فهد البيشي، اول كره على الجناح لمجهود فردي وثاني اهدافه فهد البيشي. برافو بمجهود فردي هذا اللاعب فهد البيشي نجم منتخبنا لكره اليد الشاطئيه. محاولات لبرشلونه، روتينكا تقاطع في الخط الخلفي وحكم اللقاء يشير بخطا على لاعب الدائره من نادي برشلونه، بالتالي تعود لمصلحه نادي السد. تبديل على مستوى الدفاع والهجوم بخروج هاني الفخراني ونزول امين بن نور لاعب نادي السد على الظهير الايمن، بينما الدفاع 4-2 متغير الى 5-1 من دفاعات نادي برشلونه بالضغط على المنتصف او صانع الالعاب سواء كان جعفر عبد القادر او صبحي سعيد. برافو، حلو 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 حلو، شوف شوف السهل الممتنع، برافو لاعبي نادي السد. تمريرات، شوف 1 2 3 وجعفر عبد القادر يمررها لفهد البيشي، وبرافو فهد البيشي، ارتقاء جميل وفتح لنفسه الزاويه وضعها في الزاويه الاولى تحت الحارس الاسباني دانييل ساريتش. اذا فهد البيشي 3 أهداف في لقاء اليوم ويقلص الفارق ل3 أهداف. محاولات لبرشلونه، روتينكا، ادوارد، دانييل سيرمانتو على المنتصف، روتينكا دخول وبطريقه المروحه يسجل روتينكا بدون تدخل من اللاعب صبحي سعيد، كان مفروض عمل خطا او فاول على روتينكا، ولكن روتينكا يسجل الهدف 15 لنادي برشلونه. 4 أهداف لروتينكا الى الان في الشوط الاول، تقدم لنادي برشلونه. ندخل في الدقيقه 24 من الشوط الاول، وبرافو جعفر عبد القادر، حلوه من جعفر عبد القادر في الكره الماضيه يسجل الهدف 12 لنادي السد. برافو جعفر، يلا يا جعفر، كره مهمه، جعفر جعفر جعفر، ويا سلام عليك جعفر عبد القادر بكل ثقه تدل على خبره هذا اللاعب البحريني، يلعبها بكل ذكاء. هنا هدفه اللي سبق هذا الهدف ويسجل الهدف 13. جعفر عبد القادر نجم منتخب البحرين ونادي السد القطري في هذه البطوله. روتينكا تمرير على الجهه اليسرى، دانييل سيرمانتو، ووقت مستقطع اول يطلبه مدرب برشلونه اللي واضح على الشاشه شافيلز باسكال، بعد ما حس ان فريقه نزل نوعا ما في الرتم وقلص الفارق نادي السد الى 2. Sergei puede atacar con esto, pero si viene aquí, Gurbi, espera un poco ancho a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Bien. Tal como sacamos la falta, la jugamos porque nos va a levantar la mano. Eso es una cosa. Luego otra cosa. En defensa, hostia, no nos vayamos porque ellos la soban, la soban, la soban, la soban y al final no la acaban metiendo. Hay que seguir manteniendo la intensidad. انتهى الوقت المستقطع الأول لنادي برشلونة في الدقيقة 25 من الشوط الأول، كرة على مستوى الجناح الأيمن يسجل من خلال هذا اللاعب فالير ثاني أهدافه الشخصية، ومن الجناح الأيسر لنادي برشلونة يسجل الهدف 16. محاولات لنادي السد، جعفر عبد القادر، غياب حسين الصياد النجم البحريني وايضا اللاعب رقم 8 جان كوكافيتش من نادي السد، ربما يشركهم منجي البناني في الشوط الثاني. وتوزيع الجهد على اللاعبين مطلوب في هذه المباراه
خمس مباريات في خمس أيام صعبة على كل نادي حقيقة، وجهد كبير يبذله لاعبين نادي السد وجميع الفرق في هذه البطولة. جعفر عبد القادر تصويبة لماريو، برافو حلوة، وحكم اللقاء يقول ما فيها شيء، أعطى الفرصة للاعب ماريو تومك اللي واضح على الشاشة، ولكن براعة الحارس دانيال سيرج في تصدي اللقطة الماضية بالتالي تعود لنادي برشلونة. ملعوبة لبرشلونة، روتينك دانييل خطأ، وحكم اللقاء يشير بإشارة دخول الخاطئ على اللاعب روتينك. جعفر عبد القادر برافو، حلو حلو حلو، تصدي ممتاز من الحارس الأسباني دانييل ساريتش في الكرة الماضية. ولاحظ ماريو كرتين على التوالي تضيع من هذا اللاعب ماريو تومك، ويحرم نادي السد من تقليص الفارق. جعفر عبد القادر على الجهة اليسرى في المنتصف، أمين بن نور يحاول بطريقة المروحة، ولكن خطأ ورمية حرة لمصلحة نادي السد من خلال اللاعب أمين بن نور اللي حاول في اللقطة الماضية اختراق دفاع برشلونة، ولكن لاحظ دفاع الجناح من نادي برشلونة يغلق منطقة الظهير ويترك الجناح وهو الأهم بالنسبة للاعب المصوب. جعفر عبد القادر تصويبه ولكن خارج المرمى، حاول فيها جعفر عبد القادر، معليش برافو جعفر، أزعج كثيرا دفاعات نادي برشلونة. هنا نيكولاي كرباتيتش دخول خاطئ بالفعل، بكل ذكاء جعفر عبد القادر يجبر اللاعب روتينكا للمرة الثانية بأن يدخل دخول خاطئ، وهد دخول خاطئ بالفعل، خطأ مهاجم على اللاعب اللي واضح على الشاشة روتينكا، وابتسامة غير راضي بالفعل شافيز باسكال مدرب نادي برشلونة. وبدأ نادي السد يرجع للمباراة مع نهاية الشوط الأول، قلص الفارق بعد ما كان الفارق 4 أهداف، الآن 3 أهداف، ولكن أضع كرتين على التوالي من اللاعب ماريو تومك لاعب الدائرة. أمين بن نور ولكن في تسرع، وكرة كانت سهلة على الحارس ساريتش. تعود الكرة لنادي برشلونة، تغيير على مستوى الدفاع والهجوم بخروج نيكولاي كرباتيتش ونزول اللاعب دانييل سيرمنتو لاعب نادي برشلونة. هناك لاعب فيكتور توماس ينزل كدائرة ثاني، لاحظ التمريرات السريعة من لاعبين نادي برشلونة والبحث عن فرصة، وخطأ ورمية حرة في إيقاف للوقت وتحذير للاعب روتينكا بعدم التصويب بعد الصافرة. حكم اللقاء يرفع ايده بإشارة الوقت السلبي، إذن يجب أن تصوب بالفعل، راح تصوب، وبرافو عبد الملك سلاحجي. تعود لمصلحة نادي السد، يلا يا شباب نصف دقيقة نتمنى أن يسجل هذا الهدف لنادي السد. هيكل أو هذا عفوا صبحي سعيد، رمية حرة، تدخل كان من اللاعب إدواردو، وصبحي سعيد نجم نادي السد والمنتخب التونسي. 30 ثانية إيقاف للوقت ومسح لأرضية الملعب، وهنا ماريو تومك تلعب الكرة على الجهة اليمنى في المنتصف إلى الجهة اليسرى، جعفر عبد القادر برافو، حلو 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 حلو، ورمية 7 متر، برافو، جملة تكتيكية بإدخال عبد العزيز الشمري بتمريرة ذكية كانت من جعفر عبد القادر، بالتالي يحصل نادي السد على ثاني رمية 7 متر في المباراة للمتخصص أمين بن نور. أمين بن نور ويسجل بالفعل، يسجل أمين بن نور، وثاني رمية 7 متر ناجحة، والهدف الثالث لأمين بن نور.
تلعب سريعا، ولكن مع هذه الكرة أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان ينتهي الشوط الأول بتقدم نادي برشلونة بفارق هدفين 16-14. لا تذهبوا بعيدا، نعود للاستديو التحليلي بقيادة زميلي جمال الحسيني وضيوفه الكرام الكباتن معز بن شويخة والكابتن عادل ثاني. تفضل جمال. كل الشكر للزميل علي اليزيدي. شوط أول رائع ورائع جدا يقدمه فريق نادي السد. هناك بعض الفرق وقلب الدفاع لفريق نادي السد. شاهدوا أنه نوديسبو وسوريندو لاعبي دايرة ما سجلوا ولا هدف، يمكن وصلوا كورتين صحيح، تحصل رميتين 7 أمتار، لكن هاني فخراني يبقى دائما لاعب كبير، يبقى دائما الحارس الثاني في الملعب مع حارس المرمى. نظن أنه لولا تقدمه في السن كان ممكن يلعب 60 دقيقة. هاني فخراني حتى في السابق شاهدناه لاعب مميز في الهجوم، يعرف كيف يتمركز، يعرف كيف يستلم الكرات وما يضيعش العديد من الكرات، يعني نسبة نجاحه كبيرة في الهجوم. اليوم هاني فخراني موجود في دفاع نادي السد وهو قلب الأسد بالنسبة لي أنا، وهو سبب يعني نجاح نادي السد في الأمس، واليوم كذلك تفوقه في الدفاع هو راجع لوجود هذا اللاعب إلى جانب جعفر عبد القادر كذلك اللي يقدم في مستوى متميز. كابتن عادل بسرعة ممكن نشوف حسين الصياد، أعتقد يعوض يمكن لاعبين بعض من لاعبين السد سواء على لعب البلميكر أو حتى في يعني يعوض جعفر كباك، يمكن يبغي يستغل الكابتن منجي البناني كورقة رابحة يستعملها متى ما احب. بكل تاكيد حسين صياد راح يكون له دور في المباراه وراح ينزل سواء بعد نص الشوط الاول الثاني، راح يكون له دور او من بدايه المباراه. اعتقد انه راح يكون ثنائي قوي هو مع جعفر عبد القادر نظرا لتفاهم في المنتخب البحريني واللعب مع بعض اكثر من سنوات عديده. اعتقد ان حسين صياد سوف يكون له دور في الشوط الثاني. شكرا جزيلا لك عادل، شكرا جزيلا ايضا لك كابتن معز. بكل تاكيد سنعود ان شاء الله الان الى الكابتن علي اليزيدي والتعليق على شوط اللقاء الثاني. تفضل علي. شكرا زميلي جمال وشكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا يبدأ الشوط الثاني أعزائي المشاهدين والمستمعين. نذكر بنتيجة الشوط الأول بمن التحق إلينا في هذه اللحظات، انتهت بتقدم برشلونة 16-14 لنادي السد. نادي برشلونة الأسباني يبدأ بتشكيل مغاير في الشوط الثاني، وهنا أول كرة برافو من عبد الملك سلاحجي حارس مرمى نادي السد. فهد البيشي، برافو، يا سلام عليك يا فهد البيشي. فهد البيشي مقدم مباراة ممتازة مع نادي السد، سجل 3 أهداف في الشوط الأول والآن 4 أهدافه الشخصية لفهد البيشي. يقلص الفارق إذا نادي السد والنتيجة 16-15. ذكرت بأن برشلونة يبدل أكثر من 3 لعيبة على مستوى الظهير نيكولاي كرباتيتش، أيضا استبدل سيرمنتو براؤول انتريوس على مستوى صناعة الألعاب، بينما على الظهير الأيمن نشاهد لازاروف بدلا من اللاعب إدواردو اللي هو هداف برشلونة في الشوط الأول برصيد 5 أهداف. هذا فهد البيشي مسجل الهدف الأخير لنادي السد، و4 أهداف لفهد البيشي توزعت بين أمين بن نور، أيضا 4 أهداف، جعفر عبد القادر 3 أهداف، وهنا نزول النجم البحريني حسين الصياد كصانع العاب لنادي السد. صبح سعيد تمريرة ذكية، برافو، ولكن رمية 7 أمتار بتدخل، ويبدو أن هناك إيقاف بالفعل، دام وقفت الوقت يعني إيقاف 2 دقيقة. برافو حسين الصياد، تمريرة ذكية كانت للاعب ماريو توماك، ويحصل من خلالها نادي السد على رمية 7 أمتار ثالثة لنادي السد، وعقوبة الإيقاف 2 دقيقة على هذا اللاعب راؤول أنتريوس. إذن راؤول أنتريوس يحصل على الإيقاف لمدة 2 دقيقة، والمتخصص كالعادة أمين بن نور اللي سجل في مناسبتين في الشوط الأول والآن تضيع على نادي السد. فرصة كانت لهدف التعادل، ولكن معليش نقول لأمين بن نور النجم التونسي في صفوف نادي السد، ولاحظ حارس كبير بحجم دانييل ساريتش يستطيع بكل سهولة لتصدي الكثير والكثير من تصويبات نادي السد. فيكتور توماس وتصويبة وهدف لفيكتور توماس، وثالث أهداف الشخصية فيكتور توماس يسجل
الهدف الثالث له شخصيا. وهنا الهدف اللي سجله فيكتور توماس فيه مجهود فردي. وربما هناك ايقاف، راح نشوف هل هو ايقاف على هاني الفخراني ام ما اعطاه شيء. راح نشوف هنا فيكتور توماس 3 أهداف من 4 محاولات في مباراة اليوم الى الان، والتقدم لنادي برشلونة بفارق 2-17 مقابل 15. ما في اي ايقاف على اي لاعب نادي السد، بالتالي تلعب الكرة لمصلحة نادي السد جعفر عبد القادر، حسين الصياد نجوم المنتخب البحريني في صفوف نادي السد في هذه البطولة في نسختها 8. نذكر بان نادي السد لثالث مرة يصل الى نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد. برافو جعفر عبد القادر، يا سلام عليك. بكل ثقة جعفر عبد القادر يسجل 4 أهداف الشخصية والهدف 16. لاحظ جعفر وجد الثغرة في صفوف نادي برشلونة، والنقص العددي ما زال 50 ثانية ويكتمل الصفوف نادي برشلونة بنزول صانع الألعاب راؤول أنتيريوس. فيكتور توماس خطأ ودخول خاطئ على فيكتور توماس في اللقطة الماضية. تلعب سريع ولكن الحكم يشير بإرجاع الكرة من مكان الخطأ على 9 أمتار. تلعب الرمية الحرة، وهنا منجي البناني وتوزيع الجهد مطلوب على اللاعبين كما ذكروا الإخوان في الاستديو التحليلي بنزول حسين الصياد بدلا من اللاعب سلف الدين أوميتش. هناك إيقاف 2 دقيقة بالفعل، شوف التدخل على الوجه وليس على الكرة من اللاعب رقم 27 اللي حصل على إيقاف لمدة 2 دقيقة وهو بيرون موريس. بيرون إذن يحصل على إيقاف لمدة 2 دقيقة و8 ثواني ويكتمل أحد لاعبي نادي برشلونة. تصدي من الحارس ساريتش يا عبد العزيز الشمري، كرات مهمة راح تندم عليها في نهاية المباراة. كرة سهلة مثل هذه الكرة عن طريق الجناح يجب أن تؤكد بهدف، ولكن معليش يا عبد العزيز. لازاروف سبق وان احترف في نادي السد عندما حصل نادي السد على المركز الثاني في موسم 2012. محاولات لروتينكا ليعود الان، ولاحظ لازاروف واول اهدافه في اللقاء. لازاروف اللي نزل بدلا من اللاعب ادواردو، رد سريع من صبحي سعيد. برافو من صبحي سعيد، وسنتر سريع وبمجهود فردي واختراق على 6 أمتار يسجل صبحي سعيد 2 أهداف الشخصية والهدف 17. 5 دقائق لعب إلى الآن مع الشوط الثاني، وتقدم لنادي برشلونة بفارق 1. كرة للازاروف على الجهة اليمنى، تبادل نيكولاي كاراباتيتش، فيكتور توماس، لازاروف يحاول، وبرافو دفاع قوي من ماريو توما. محاولات لنادي برشلونة تنفذ، ونيكولاي كاربتيتش ينزل على الدائرة. 15 ثانية ويكتمل الصفوف نادي برشلونة. روتينكا حذاري من هذا اللاعب، حذاري. لاحظ بطريقة المروحة ويمتاز فيها هذا اللاعب، يسجل من خلال الهدف 19 لنادي برشلونة. جعفر تمريرة لفهد البيشي، يلا يا فهد، تدخل وإيقاف ودقيقتين. تعال جيبه، كأنه يعني كأنه ما لخص. شوف اللاعب، شوف روتينكا مسجل الهدف الأخير، ولا فيها إيقاف 2 دقيقة وكأنه ما لخص. يعني شوف التدخل والحناء، هذه الحنية البسيطة على مستوى الوسط، وزعلان غير راضي عن القرار، ولكن قرار سليم من الحكم المقدوني جورجي نافيكسي. رمية 7 أمتار رابعة لنادي السد، وهذه المرة ينزل جانكو كافيتش. وجانكو كافيتش
أزعج فلانسبورغ بالأمس في الدور نصف النهائي. برافو كافيتش، وكان له الدور الكبير هو وهذا الحارس اللي واضح على الشاشة قبل قليل يوسف العبد الله. إذن تحية من زملائه وتحية منا له لهذا اللاعب كافيتش، وتأكيد هذه الكرة من خلال رمية السبع أمتار الرابعة ويسجل الهدف 18. كرة لنادي برشلونة، نوكولاي كارباتيتش نجم المنتخب الفرنسي، لازاروف إلى هذا اللاعب اللي ينزل بعد الإيقاف أنتيريوس، راؤول أنتيريوس، وأول أهدافه في اللقاء من خلال الظهير الأيسر صبحي، ولكن وين مخطوفة من هذا اللاعب المكير لنادي برشلونة، ويؤكد هدف مهم لنادي برشلونة. تمريرة كانت خاطئة من صبحي سعيد، خطفها اللاعب فالير ويسجل الهدف الثالث له شخصيا. 21-18 يرجع الفارق لثلاث أهداف. نذكر بنتيجة الشوط الأول، انتهت بتقدم برشلونة بفارق هدفين 16-14. هنا جعفر عبد القادر حاول اختراق نادي برشلونة، ولكن دخول خاطئ كان على جعفر عبد القادر في اللقطة الماضية، بالتالي تعود لنادي برشلونة. نادي برشلونة ومشاركته الثانية في بطولة العالم للأندية، واحتكار الأندية الأسبانية لهذه البطولة بأربع ألقاب سابقة، اثنين منها كان لسيوداد ريال وواحد لأتلتيكو مدريد، واللقب السابق لبرشلونة الأسباني. إيقاف للوقت، ويبدو أن هناك إيقاف بالفعل، دقيقتين على من راح نشوف، على عبد العزيز الشمري. عبد العزيز الشمري هذا الإيقاف الأخير على عبد العزيز الشمري. إذا نادي السد منقوص من لاعب، ملعوبة لبرشلونة، لازاروف ويسجل الهدف 22. بدأ نادي برشلونة الأسباني من السيطرة في السبع دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني، والفارق يرجع لأربع أهداف. ماريو صبح سعيد، صبح سعيد يحاول، جعفر عبد القادر، هنا حسين الصياد، صبح سعيد واحد ضد واحد، ولكن تصويبه غير متقنة، تطلع رمية مرمى لمصلحة برشلونة الأسباني. حاول صبح سعيد، ولكن لو وضعها في الزاوية الأولى كانت مفتوحة تماما للمرمى الأسباني. دخول خاطئ على كارباتيتش، تلعب سريعا لنادي السد عن طريق صبح سعيد، وانهدي يا صبحي، عندك لاعب ناقص بخروج عبد العزيز الشمري. اذا خمس لعيبه امام سته من دفاعات نادي برشلونه، وهنا خروج فيكتور توماس، ولكن يرجع، لاحظ تغيير في المراكز، حسين الصياد يلعب على الجناح الايسر او الظهير الايسر. محاوله حسين الصياد ملعوبه، ولكن في حائط الصد، رمية جانبية لنادي السد، فهد البيشي، حسين الصياد إلى جعفر عبد القادر، يحاول حسين تصويبه، ولكن في حائط الصد لنادي برشلونة. 10 ثواني ويكتمل نادي السد الصفوف بنزول لاعب الجناح ربما عبد العزيز الشمري. صبحي يحاول، جعفر تصويبه، ولكن سهلة على دانييل ساريتش، تلعب على المنتصف كارباتيتش، نيكولاي كارباتيتش، وشوف التمريرة والتفاهم بين هؤلاء اللاعبين الفرنسيين اللي يلعبون لصفوف نادي برشلونة. لاحظ التحرك بدون كرة وفتح الثغرات من اللاعب سوريندو سيدريك، وهنا وقت مستقطع ثاني يطلبه المدرب مونجي البناني بعد ما نزل رتم لاعبين نادي السد وازداد الفارق إلى 5 أهداف.
كثرنا في الاخطاء في الدفاع في الهجوم فاول هذا فاول من هذا فاول عادي كثر من الاخطاء من هذا اخذها فاست بريك علاش حط ولينا معش مركزين في الهجوم ولينا كل واحد يلعب يحاول يشوت يحاول يلعب يشوت ركزوا شويه كنا راهو المشكله الكل هي في الفاست بريك راك تضيع كره سهله تاخذها فاست بريك كنا فارق واحد ولينا في صفار خمسه في اربع دقائق لا في ثلاث دقائق لا شباب شدوا كره في الهجوم يلا زيد ركز زيد ركز سلا سلا يلا افتح على برا شوي افتح سداوي انتهى الوقت المستقطع الثاني لنادي السد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني وهو الوقت المستقطع الثاني من نصيب منجي البناني مدرب نادي السد بعد ما حس لاعبينه وذكر بأن الأخطاء كثرت بالتالي إذا تركت نادي برشلونة وهذا النادي بحجم هؤلاء اللاعبين برافو حسين الصياد اختراق بمجهود فردي على الجهة اليسرى يسجل من خلاله أول أهدافه في اللقاء حسين الصياد هنا كارباتيتش نادي برشلونة راؤول لازاروف كارباتيتش مرة أخرى راؤول يحاول هو لاحظ التفاهم وبرافو عبد الملك سلاحجي ولكن حكم اللقاء المقدوني يقول في رمية 7 أمتار ثالثة لنادي برشلونة هذا الهدف الأخير وهنا التمريرة الذكية الخلفية اللي كانت من راؤول للاعب سيدريك لاعب الدائرة لنادي برشلونة المتخصص لازاروف لنادي برشلونة لازاروف يصوب ويسجل هذه المرة ثاني أهداف الشخصية لازاروف ويؤكد تفوق نادي برشلونة ب فارق 5 أهداف 24-19 هدفين للازاروف من خلال رميات 7 أمتار محاولة لنادي السد عن طريق جعفر عبد القادر يبحث عن هدف آخر حسين الصياد لاحظ الرقابة على ماريو و غلق منطقة النصف عن طريق الدائرة دفاع صعب من لاعبين نادي برشلونة شوف التدخل والتحرك والمضايقة على جعفر عبد القادر تلعب الرمية الحرة جعفر على الجهة اليسرى يصوب لكن في استعجال كافيتش ينزل كافيتش بدلا من صبحي سعيد على مستوى الهجوم حكم اللقاء يرفع ايده بإشارة الوقت السلبي جعفر وتصويبه ولكن تطلع رمية جانبية وما راح يطيح الوقت السلبي لأنها لم تلمس الحارس طلعت رمية جانبية إذا كان لمست الحارس أو العارضة يطيح الوقت السلبي سهلة من جعفر عبد القادر تعود سريعة على الجهة اليسرى لراؤول من نادي السد أو عفوا من نادي برشلونة نادي السد برافو رجوع لاعبين بعد ضياع الكرة الماضية اللي صوبها جعفر عبد القادر فيكتور توماس محاولة لنادي برشلونة ونقترب من منتصف الشوط الأول هنا دخول غاسبر بدلا من سيدريك نجم منتخب فرنسا ولاعب الدائرة حسين الصياد جعفر عبد القادر فهد البيشي على الجهة اليمنى حسين الصياد يحاول واحد ضد واحد يبحث عن لاعب الدائرة تلعب كافيتش يحاول كافيتش هو تعال ولكن فيكتور توماس ورقابة لصيقة على كافيتش لم نشاهد ماريو لاعب الدائرة من نادي السد في الشوط الثاني ماريو سجل هدف وحيد في اللقاء وفي المباريات السابقة كان يعول عليه نادي السد رمي 7 أمتار
من خلال جعفر عبد القادر وبطريقة المروحة. شوف حاول يخترق دفاع نادي برشلونة ولكن لازاروف ودفاع من داخل المنطقة ورمية السبع أمتار الخامسة وتضيع ولكن على مرحلتين. برافو كوفيتش، جان كوفيتش يسجل رمية السبع أمتار الخامسة لنادي السد في هذا اللقاء. نادي برشلونة حصل على ثلاث رميات سبع أمتار. هنا كوفيتش هدفين لكوفيتش في لقاء اليوم. ندخل في منتصف الشوط الثاني من هذا اللقاء في المباراة الختامية لبطولة العالم للأندية أبطال القارات. هدف سهل لفيكتور توماس ولاعب خطير فيكتور توماس. شوف الارتقاء، شوف الرشاقة، يضعها في الزاوية البعيدة ويسجل أربع أهداف شخصية لهذا اللاعب. هنا نزول الحارس يوسف العبدالله وتحية كبيرة من الجماهير المتواجدة في هذه الصالة للحارس يوسف العبدالله اللي كان له الدور الكبير في مباراة الأمس حقيقة بعد الفوز على بطل ألمانيا وبطل أوروبا نادي فلانسبورغ الألماني. إذن يوسف العبدالله ينزل بدلا من عبد الملك سلاحجي حارس مرمى نادي السد الجزائري في هذه البطولة. محاولات نادي السد. حسين الصياد، جعفر عبد القادر، تصويبه ولكن تصدي من الحارس دانييل ساريت. شوف كرة حوضية قوية لا ترد ولكن يقظت هذا الحارس الأسباني دانييل ساريتش اللي ينزل في مباراة اليوم من البداية. مباراة الأمس برشلونة والجيش كان يحرس مرمى نادي برشلونة بيريز غونزالو وقدم مباراة كبيرة استطاع من خلالها الفوز على نادي الجيش في مباراة أمس، ونادي الجيش الذي يخسر أيضا في مباراة اليوم في تحديد المركز الثالث والرابع ويأتي رابعا خلف نادي فلانسبورغ الألماني. هدف جميل بتمريرة ذكية كانت لغاسبر وأول أهداف غاسبر، ولاحظ فرحة هذا المدرب شافيز باسكال بتسجيل غاسبر الهدف 26. يزداد الفارق لست أهداف. بدأ نادي برشلونة من السيطرة على المباراة وتسجيل الأهداف بكل سهولة، 10 أهداف يسجلها إلى الآن بينما نادي السد 4 أهداف فقط. نذكر بنتيجة الشوط الأول انتهت بتقدم برشلونة 16 مقابل 14. محاولة لحسين الصياد، برافو، ولكن حارس بحجم دانييل ساريتش يغلق مرماه تماما رغم الاختراقات على منطقة 6 أمتار في الكرة الأخيرة اللي صوبها حسين الصياد، ولكن تصدي كان من الحارس دانييل ساريتش. تغيير من لاعبي نادي برشلونة بخروج سيدريك، وهنا هدف لنيكولاي كرباتيتش هو الأول في اللقاء. هذا النجم الفرنسي العملاق في صفوف نادي برشلونة والقادم من الدوري الفرنسي نيكولاي كرباتيتش نجم المنتخب الفرنسي وكرواتيا الأصل بالمناسبة. نيكولاي كرباتيتش 27-20، كرة لمصلحة نادي السد. هاني الفخراني ينزل بدلا من ماريو. ماريو بعيد عن مستواه وكان مفروض من المدرب منجي البناني إقحام هاني الفخراني مع بداية الشوط الثاني. يمتلك خبرة كافية هاني الفخراني نجم المنتخب المصري ونادي السد المعار من نادي الغرافة. هنا تفكير من باسكال مدرب نادي برشلونة و13 دقيقة متبقية على نهاية هذا اللقاء والتفوق أسباني لنادي برشلونة. هاني الفخراني تبادل في المراكز، صبحي سعيد يعود تصويبه ولكن أيضا تصدي من الحارس دانييل. شوف السرعة، شوف الإمكانيات وشوف الهدف الجميل لفيكتور توماس وخمس أهداف لهذا اللاعب. شوف التصويبة، تصدي كان من دانييل ساريتش وتمريرة سريعة لفيكتور توماس وبكل سهولة يضعها فوق الحارس
يوسف العبدالله مسجلا الهدف 28. نادي السد إذن ووصوله للنهائي بحد ذاته إنجاز كبير لكرة اليد القطرية بشكل عام ولكرة اليد السداوية بعد لقب 2002، وهدف جميل لعبد العزيز الشمري نجم نادي السد ومنتخبنا الوطني. هناك أكثر من 4 لاعبين يغيبون عن نادي السد في هذه البطولة لمشاركتهم في المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني والإعداد لبطولة العالم 2015. المدرب الأسباني فاليريو هدف لنيكولاي كرباتيتش، قوية هذه الكرة وهدف قوي وصاروخي، ولا يترك هذا اللاعب بحجم نيكولاي كرباتيتش التصويب من داخل منطقة 9 أمتار. هدفين لنيكولاي كرباتيتش، والهدف 29. فارق 8 أهداف يبقى لمصلحة برشلونة الأسباني. كرة لنادي السد، أمين بن نور ينزل في هذه الدقائق بدلا من جعفر عبد القادر. صبح سعيد يحاول من اختراق دفاعات نادي برشلونة، ولكن فيرون موريس الواضح على الشاشة ودفاعه القوي على صبح سعيد. عبد العزيز الشمري، صبح سعيد والبحث عن هدف لنادي السد. برافو تمريره ولكن مقطوعة من دفاعات نادي برشلونة. ولاحظ التمريرة، بتمريرتين يصل نادي برشلونة، وهنا هدف لفالير وأربع أهداف لهذا اللاعب. بدأ نادي برشلونة أيضا تبديل اللاعبين وتوزيع الجهد بخروج لازاروف ودخول اللاعب رقم 18 إدواردو. إيقاف للوقت، برشلونة والسد تأهلا من نفس المجموعة الثانية في الدور الأول التي من خلالها كان نادي الترجي أيضا في تلك المجموعة ونادي سيدني الأسترالي. نجح برشلونة من الفوز على الجيش في الدور نصف النهائي، ونادي السد قهر الماكينة الألمانية بالأمس في مباراة لن تنسى على مر التاريخ بالنسبة لنادي فلانسبورغ الألماني أو لعشاق الكرة الألمانية، عندما استطاع أن يقهر الماكينة الألمانية وبطل أوروبا نادي فلانسبورغ في مباراته بالأمس وفوزه بنتيجة 30-29. من خلالها تأهل للمرة الثالثة نادي السد لبطولة العالم للأندية بعد 2002 عندما حصل على لقب هذه البطولة، و 2010 حصل على الوصيف. فهدف سهل بكرة حوضية كانت من نيكولاي كرباتيتش، يسجل من خلالها الهدف 31 لنادي برشلونة ويزداد الفارق لعشر أهداف في الدقيقة 21 من الشوط الثاني. فارق كبير وسيطرة كاملة لنادي برشلونة في الشوط الثاني بعد ما كان الفارق هدفين فقط مع نهاية الشوط الأول لنادي برشلونة. واضح الجهد البدني الكبير من لاعبين نادي السد في مباراته الأمس وأثرت عليه في هذه المباراة. كرة لم تدخل المرمى السداوي بتصويبه نلاحظ وارتدادها ولم تعبر الخط. كل الشكر للزملاء في الكنترول ولمخرجنا سامي الشلقمي في هذه اللقطة التي وضحت بأن الكرة لم تعبر الخط. كرة سداوية، تصويبة بن نور وتصدي وعلى مرحلتين هاني الفخراني، ولكن دفاع نادي برشلونة كان داخل منطقة 6 أمتار. هنا اللقطة الأخيرة اللي صوبها أمين بن نور وتصدي للحارس. حاول هاني الفخراني أن يصوب على المرمى ولكن كان أكثر من لاعب داخل منطقة 6 أمتار، بالتالي رمية 7 أمتار السادسة في المباراة من نصيب نادي السد.
سجل فيه ثلاث مرات أضاع مرتين. وهنا كافيتش المصوب. ووين كافيتش؟ كافيتش يهدر الرمية السادسة لنادي السد. إذن ثلاث رميات تضيع على نادي السد من خلال رميات السبع أمتار، وثلاث رميات ناجحة. في المقابل نادي برشلونة حصل على ثلاث رميات، سجل في مناسبتين وأضاع واحدة. سبع دقائق تفصلنا على نهاية اللقاء والتقدم أسباني لنادي برشلونة. هدف جميل من خلال أمين بن نور. أمين بن نور يسجل خامس أهداف الشخصية في لقاء اليوم، يقلص الفارق إلى تسع أهداف. كرة لنادي برشلونة ونزول خوان سابيتش على الجناح الأيمن لنادي برشلونة. الحكم يشير بأن هناك خطأ، ولازاروف كان ملامس لخط منطقة الستة أمتار. ملعوبة لنادي السد. على الجهة اليمنى أمين بن نور، في المنتصف حسين الصياد، حسين هاني الفخراني إلى صبحي سعيد، تصويبه وبرافو صبحي سعيد يسجل الهدف 23. صبحي سعيد يسجل ثالث أهداف الشخصية والهدف رقم 23 لنادي السد. 31-23 وصبحي سعيد نجم منتخب تونس ونادي السد. كرة لنادي برشلونة. راؤول لازاروف يحاول يصوب، برافو، حلوة من يوسف العبدالله، تصدي ممتاز. وتحية كبيرة من الجمهور المتواجد في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، والذي يتسع لخمسة آلاف وخمسمائة متفرج. وهذه التحفة المعمارية التي تم افتتاحها مع هذه البطولة في 7 سبتمبر بافتتاح جميل في انتظار الختام في بعد مباراة السد وبرشلونة وحصول فلانسبورغ الألماني على المركز الثالث، بينما أتى الجيش في المركز الرابع. في المركز الخامس أتى الترجي التونسي، وفي المركز السادس توباتو البرازيلي. أتى سابعا الأهلي القطري، وفي المركز الثامن سيدني الأسترالي. حسين الصياد تمريرة لصبحي سعيد، يحاول البحث عن عبد العزيز الشمري، يحاول عبد العزيز هاني الفخراني، برافو وتصويبه، ولكن في القائم الأسباني. تعود سريعة لبرشلونة الأسباني عند راؤول أنتوريوس اللي عند الكرة. تبديل أكثر من لاعب، ثلاث لاعبين، دفعة واحدة من المدرب باسكال. هنا نزول اللاعب وائل جلوس نجم المنتخب التونسي والمحترف في صفوف برشلونة الأسباني القادم من نادي كيل الألماني. وائل جلوس وأول أخطاء وائل في اللقاء. سريع عبد العزيز الشمري، برافو، يا سلام عليك يا عبد العزيز الشمري. عبد العزيز الشمري يسجل ثاني أهداف الشخصية بانفراد على المرمى الأسباني لنادي برشلونة. لاحظ بكل ثقة يضعها من فوق الحارس، وحماس كبير من هذا النجم، نجم منتخبنا الوطني عبد العزيز الشمري. والهدف 24. والجلوس لازاروف لاحظ بكل سهولة، وانتو وتمريرات سهلة من لاعبين برشلونة، ويسجل اللاعب راؤول أنتيريوس هذا الهدف رقم 32. فيكتور توماس إذا طبعا المدرب يخرج لاعبين الأساسيين بعد ما ضمن النتيجة بفارق 8 أهداف، فارق كبير. 3 دقائق متبقية
على نهاية الشوط الثاني وهذا اللقاء والتقدم لنادي برشلونة حامل لقب البطولة الماضية. أمين بن نور تصويبة قوية من أمين بن نور، لاحظ حاول البلوك لنادي برشلونة ولكن مهارة أمين بن نور يضعها على يمين الحارس دانييل ساريتش، وسبع أهداف لأمين بن نور في لقاء اليوم. لازاروف والجلوز لاعب المنتخب التونسي المحترف في برشلونة، وأول أهداف فابو والجلوز النجم التونسي في صفوف برشلونة. لاحظ ارتقاء لاعب عنده كل الإمكانيات والقادم من الدوري الألماني، أقوى دوري في العالم لكرة اليد. وأول أهداف والجلوس، إذن وهدف شرفي لوالجلوس في نهائي بطولة العالم للأندية أبطال القارات. حسين الصياد، تمريرة لهاني الفخراني من صبح سعيد، لكن رمية حرة في المنتصف حسين. أمين بن نور يحاول صبحي مررها ولكن تطول على هاني الفخراني، سريعة لبرشلونة الأسباني في المنتصف. نيكولاي كارباتيتش، لازاروف يصوب وبكل سهولة، لازاروف وابتسامة من هذا اللاعب اللي سبق وان احترف في صفوف نادي السد، بالتالي يعرف جيدا لاعبين نادي السد القطري، وأيضا ابتسامة من الحارس يوسف العبدالله، ويبدو أن هناك كان تحدي بين يوسف العبدالله ولازاروف، نجح من خلالها لازاروف من تسجيل ثالث أهداف الشخصية والهدف رقم 34 لمصلحة برشلونة. ثواني قليلة تفصلنا على نهاية هذا اللقاء، اللقاء الختامي، ولاحظ الفرحة والتحية من المدرب باسكال للاعبينا، وهناك هدف أخير ربما لنادي السد من خلال حسين الصياد، وثاني أهداف حسين الصياد في لقاء اليوم. خلاص بدأت الفرحة والتحايا من لاعبين برشلونة لبعض. نبارك لبرشلونة إذن الفوز لثاني مرة في بطولة العالم للأندية أبطال القارات للسنة الثانية على التوالي، حق أوفر لزعيم أنديتنا الآسيوية والقطرية نادي السد، ووصوله للنهائي في بطولة العالم للأندية بحد ذاته إنجاز كبير لكرة اليد القطرية. لثالث مرة يصل نادي السد لختام هذه البطولة. كان معكم محدثكم علي اليزيدي، انتقل الآن للاستديو التحليلي بقيادة زميلي جمال الحسيني وضيوفه الكرام الكابتن معز بن شويخة وعادل ثاني، بعدها أعود للتتويج. تفضل جمال. كل الشكر للزميل علي اليزيدي. إذن مبروك لفريق برشلونة الإسباني فوزا ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، 34 هدف مقابل 26 هدف. لن أقول هارد لك لفريق السد، بالفعل فريق السد فريق كبير ويستحق التحية. نقول مبروك لما قدمه هؤلاء الشباب اللاعبين الكبار بأمان. اليوم مباراة كبيرة وكبيرة جدا قدموها لاعبو فريق السد، لن نلومهم بكل تأكيد على الشوط الثاني قدموا فيه ما يستطيعون، كون أنهم لعبوا بالأمس مباراة كانت عالمية وكبيرة جدا أمام فلنسبورغ الألماني، ولذلك نقول مبروك للزعيم السداوي هذا الأداء، مبروك للسد
المركز الثاني على بطولة العالم لكرة اليد. كابتن عادل نبارك بكل تأكيد لفريق نادي السد هذا المستوى الذي قدمه لهذه المباراة الكبيرة التي قدموها خصوصا شوط اللقاء الأول بكل أمانة، وأيضا شوط اللقاء الثاني لربما في الدقائق الأولى التي كان فريق نادي السد يعني على مرمى حجر فقط من تسجيل هدف التعادل، والتعادل لأول مرة مع فريق نادي برشلونة في المباراة. مبروك للسد، أداء رائع، أداء جيد، بيض الله وجهكم يا لاعبين نادي السد وإدارة نادي السد، الأخ جاسم الرميحي، سلطان المريخي، جاسم خليفة الجاسم، المسؤولين عن كل نادي السد وإدارة نادي السد وعلى كرة اليد خاصة، باعتقاد إن هذا الفريق بكل صراحة متخصص في البطولات الخارجية العالمية الأسيوية بالذات الخليجية، بكل صراحة مهما شكرنا مهما مدحنا في هذا الفريق نكون احنا مقصرين في حقه. فريق أدى أداء جيد، قارع الأبطال، فاز على بطل أوروبا، اليوم شفنا في الشوط الأولي كان ند بند مع فريق برشلونة الإسباني صاحب الصولات والجولات، صاحب اللقب السابق واللقب الحالي، حتى في الشوط الثاني في أول 6 دقائق سمحت لنا النتيجة أنه كان يتعادل 17-17 لولا ضياع الهجمة من الكابتن عبد العزيز الشمري. من بعد هذا الهجمة تحولت النتيجة وسيطرة تامة لفريق برشلونة. بكل صراحة تمتعنا في المباراة، كان ودنا أن السد يأخذ البطولة، ولكن بالفعل السد يعتبرنا أخذ البطولة عندما فاز على بطل أوروبا ولعب اليوم مباراة جيدة. شفنا فرحة برشلونة أيضا كانت مبالغ فيها نوعا ما نظرا أنهم خايفين كانت يخسرون البطولة بعد فوز السد على فلنسبورغ الألماني. أعتقد كل ما فيه الكلام نقول مبروك السد وللأمام إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفهم في البطولات المحلية يرجع السد كما كان بالسابق. كابتن معز رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكلمة قصيرة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هانم بن علي وزير الشباب والرياضة بدولة قطر. أعلن نهاية بطولة العالم للقارات للأندية 2014 وبرشلونة بطلاً للعالم للأندية. إذن رئيس الاتحاد الدولي أهنئ الفرق المشتركة جميعها وتهنئة خاصة للفائزين الأربع برشلونة السد فلنسبورغ الجيش. بشكر جميع الفرق، بشكر جميع المدربين والحكام والإداريين الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث، كما أشكر دولة قطر على رعايتها لهذه البطولة للعام الخامس على التوالي. كما أوجه شكر خاص لسمو أمير البلاد على رعايته هذه البطولة منذ بدايتها سنة 2012. بتمنى للجميع التوفيق ونرى حضراتكم في العام القادم إن شاء الله في هذه البطولة أيضا. كما أوجه أن أحب أن أنا أشكر شكر خاص لرجال الإعلام وكذلك الجماهير التي كان لها الفضل الأكبر في نجاح هذه البطولة. أوجه شكر خاص أيضا للمتطوعين الذين بذلوا جهد كبير في نجاح هذه البطولة أيضا. شكرا للجميع وأتمنى لكم سفرة سعيدة لجميع الفرق. Good evening ladies and gentlemen. I declare that the Super Globe 2014 is over and Barcelona is world champion for the club. Congratulations
to all the teams and good luck for all the rest of the team for the next year. Thank you and have a nice evening and see you next year, inshallah. Shukran. إذن هذا إعلان من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بإقامة النسخة التاسعة في الموسم القادم أيضا في دولة قطر. إذن نبارك، وكما أشرنا وكان السبق الصحفي لقناة الدوري والكأس ببطولة قادمة في نسختها التاسعة في دولة قطر. والحاصل على الميدالية البرونزية هو فلنسبورغ أندبيت، فلنسبورغ الألماني إذن، والحاصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي الجيش القطري بنتيجة 27 مقابل 17. مبروك لفلنسبورغ. هنا الجماهير الألمانية تشجع هذا الفريق، وهو بالمناسبة بطل أوروبا وبطل ألمانيا، عندما استطاع نادي السد في مباراته بالأمس من الفوز على بطل ألمانيا وبطل أوروبا. فلنسبورغ إذن، وتوزيع الميداليات البرونزية من السيد محمد جابر الملا مدير عام بطولة العالم للأندية أبطال القارات وأحد أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد. المدن التي استضافت بطولة العالم للأندية أبطال القارات كانت أول بطولة في 97 في النمسا، 2002 في الدوحة، 2007 في القاهرة، ومنذ 2010 ل 2014 لخمس سنوات على التوالي في دولة قطر، وأيضا في الموسم السادس في البطولة في نسختها التاسعة ستقام في أرض الرياضة قطر. لقطة لمدرب فلنسبورغ لوبومير وتوزيع الميداليات البرونزية من محمد جابر الملا مدير عام بطولة العالم للأندية أبطال القارات. كأس المركز الثالث وجائزة مالية للفائز في المركز الثالث 150 ألف دولار من نصيب المركز الثالث نادي فلنسبورغ الألماني. سيقوم بتسليم الكأس كل من السيد محمد جابر الملا والسيد ليون أليك. نبارك لفلنسبورغ. في الموسم الماضي حصل نادي الجيش على المركز الثالث في هذه البطولة. بينما بطل البطولة في الموسم الماضي كان نادي برشلونة الأسباني بفوزه على هامبورغ الألماني. المركز الثاني نادي السد القطري زعيم الأندية الآسيوية والقطرية، ولثلاث مرات هذا النادي يصعد على منصة التتويج، كان أولها في 2002 عندما حصل على لقب هذه البطولة كأول نادي عربي خليجي قطري يحصل على لقب هذه البطولة، و في موسم 2010 حصل على المركز الثاني
خلف سيوداد ريال بخسارته في تلك المباراة 30-25. مبروك لنادي السد، نبارك لنادي السد لهذا الإنجاز الكبير بحصوله على المركز الثاني ووصوله للنهائي بطولة العالم للأندية أبطال القارات بحد ذاته إنجاز كبير لكرة اليد بشكل عام وكرة اليد السداوية بعد لقب 2002. نبارك لرئيس مجلس إدارة نادي السد وجميع محبيه ومنتسبيه بهذا الإنجاز العالمي. إذن وصيف 2014 وتقليد الميداليات الفضية من سعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2015 السيد أحمد الشعبي. La base de datos de virus ha sido actualizada. وعبد الله حافظ نجم منتخبنا الوطني. فهد البيشي الذي تألق مع نادي السد في هذه البطولة وأيضا المحترف التونسي صبحي سعيد وهذا الحارس القطري الجميل يوسف العبد الله اللي قدم مباراة كبيرة بالأمس أمام فلانسبورغ. حسين الصياد نجم المنتخب البحريني وجعفر عبد القادر نجوم المنتخب البحريني مع نادي السد القطري. منجي البناني وإنجاز يسجل لهذا المدرب التونسي. رشيد بن فرج مساعد مدرب نادي السد. غوران وفرانيو والجهاز الفني والإداري. نبارك لمسؤولي نادي السد برئاسة الجهاز السيد جاسم أرميحي وأعضاء الجهاز الإداري خليفة الجاسم إداري الفريق ومدير الفريق سلطان المريخي. مبروك لنادي السد. هنا لقطة لكابتن نادي السد وجائزة مالية قدرها 200,000 دولار للمركز الثاني في بطولة العالم للأندية أبطال القارات. The cup will be presented by Miguel Roca and Ahmad Mohamed Al-Shabi. سيقوم بتقديم الكأس كل من السيد أحمد الشعبي والسيد ميغيل روكا. مبروك لنادي السد المركز الثاني وكما ذكرت وصول السد للنهائي إنجاز في حد ذاته هذا النادي رغم الفترة القصيرة التي أعد من خلالها لبطولة العالم إلا أن برهن على اقتدار هذا النادي في الوصول لمنصات التتويج في بطولات عالمية وأسيوية. نبارك لنادي السد حصوله على المركز الثاني. لقطة تذكارية للتاريخ لنجوم نادي السد مصطفى الكراد صبحي سعيد ولاعبين نادي السد. لحظات وانتظار بطل النسخة الثامنة نادي برشلونة الأسباني صائد البطولات. First place and gold medalist.
المركز الأول برشلونة إذن، والميدالية الذهبية لهذا النادي وتتويج لنادي برشلونة الأسباني للسنة الثانية على التوالي، عندما أحرز في المرة الأولى لقب هذه البطولة وفوزه في البطولة الماضية على هامبورغ الألماني بنتيجة 27-25. ها هو الآن يكرر هذا الإنجاز للسنة الثانية على التوالي، سيقوم بتكريم الفريق وتسليم الميداليات، تسليم الميداليات الذهبية من السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتقليد نادي برشلونة الميداليات الذهبية. مبروك لبرشلونة، مبروك لعشاق هذا النادي الكتالوني في كل مكان، حصولهم على المركز الأول في بطولة العالم للأندية أبطال القارات. فيكتور توماس، راؤول أنتيريوس، سيدريك سوراندو نجم المنتخب الفرنسي، وأيضا نيكولاي كاراباتيتش نجم منتخب فرنسا. هنا اللاعب إدواردو أو هذا اللاعب فالير بيرون لازاروف وروتينكا والجلوس نجم منتخب تونس، والحارس دانييل ساريج يدرب هذا الفريق المدرب الأسباني شافيز باسكال خلفا للمدرب الأسباني الذي يقود منتخبنا العنابي في بطولة العالم القادمة 2015 واللي هو فاليريو. سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة والسيد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتقليد الفريق الكتالوني وكابتن نادي برشلونة واستلام الجائزة النقدية 400,000 دولار للبطل نادي برشلونة. مبروك لبرشلونة هذا اللقب الثاني في خزائن هذا النادي الكتالوني، بانتظار تسليم كأس البطولة لبرشلونة الأسباني وفرحة لاعبين برشلونة. لاحظ هذه الفرحة التي لن تنسى بالفعل. مبروك لنادي برشلونة الأسباني اللقب الثاني في نسختها الثامنة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات. لقطة جميلة ورائعة من صالة الاتحاد القطري بمجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، وهذه الصالة الجميلة التي احتضنت بطولة العالم للأندية بنسختها الثامنة ابتداء من 7 سبتمبر وحتى اليوم 12 سبتمبر. مبروك لنادي برشلونة ومبروك للفرق الفائزة الثلاث، نادي السد حصول على المركز الثاني ونادي فلنسبورغ الألماني حصوله على المركز الثالث. كان معكم محدثكم علي اليزيدي في طوال مشوار هذه البطولة، أتمنى أن أكون قد وفقت في تغطية هذه البطولة، إلى أن ألتقي بكم في بطولات قادمة لكم مني أجمل تحية. أنتقل الآن بالصوت والصورة للزميل جمال الحسني وضيوف الكرام في الاستديو التحليلي، فإلى اللقاء.
كل الشكر للزميل علي اليزيدي. إذن فرحة لاعبين نادي برشلونة كبيرة وكبيرة جدا بكل تأكيد. ساريتش لازاروف والجلوز الآن مع الكأس وقبلة كبيرة جدا لهذه الكأس التي يحملها هذا اللاعب مع فريق نادي برشلونة الإسباني. يستحق أن يكون بكل تأكيد في هذا الفريق بإذن الله. نتمنى له التوفيق. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام نبارك من جديد لكل الأندية التي أحرزت طبعا الإنجازات وأحرزت كل ما يعني استطاعت أن تحرز في